السلام عليكم، اسمي علي الرفاعي، انا مصور من البحرين، اصور كوميرشال وفاشن ولايف ستايل. اليوم كانت عندي طلعه سريعه في الويكند مع شباب ربعي على دراجاتهم، ومن فتره كنت افكر اني اصورهم. شخصيا احب استعرض نظاراتي في اغلب مشاريع التصوير الخاصه فيني او في شغلي، لكن الصعوبه في وزنها وانا معاهم طالع. وصلنا مكان التصوير عند قلعه سلمان بن احمد فاتح التاريخيه في الرفاعي. التحدي الأكبر كان وقت التصوير. احنا نتكلم عن وقت الظهر في البحرين والخليج، والشمس تكون جدا قوية وصعبة مع الفلاش انه يتغلب على الإضاءة الخارجية، لكن الحال مع بروفوتو وفلاش بي 2 واضح ان اول مشكلة انحلت، وقدرت اخلي كاميرتي وعدة الاستوديو كاملة في شنطة الدراجة. في دقائق ركبنا العدة مع ستاند صغير نانو، ما كنت خايف من وزن الفلاش أو أنه يطيح من عندي، خصوصاً أن أنا ركبت البطارية والجنريتر كوزن أضافي في الستاند. فلاش البي 2 في خاصية الـ HSS اللي تخليني مثل البي 1 أستخدم أي سرعة شتر للتزامن مع الفلاش، وخصوصاً أني أبي فتحة عدسة واسعة عشان أعزل الخلفية، وقدرت أوصل بسرعة الشتر إلى 8000 من الثانية، والنتيجة مثل ما كنت أتوقع. البيتو متوافق مع كل الاكسسوارات للبروفوتو السابقة، فحبيت أجرب كم صورة مع الاكسسوارات اللي عندي، وفي هالستاب استخدمت الأمبريلا العميقة الفضية، ومع خفة الفلاش نفسها كان المساعد يشيلها بكل سهولة. في الستاب الثاني استخدمت اكسسوار تشكيل الإضاءة المفضل عندي للتصوير الخارجي، وهو الماجنوم ريفلكتر، لأنه أصور في مواجهة الشمس، والماجنوم يعطيني أكثر من ستوب أعلى من قوة الفلاش، بمعنى أدق أكثر من ضعف قوة الفلاش. طبعا خاصية TTL فادتني من الاير روبوت، لان كنت اقيس الفلاش اوتوماتيك اول شيء، وبعدها انقل على الوضع اليدوي من الميكروفوتو، لان بعد قياس الفلاش TTL وتغيير الوضع المانيوال قراءة تبقى مثل ما هي. وذي الخاصية يسمونها الهايبريد مود الخاصة من الميكروفوتو فقط. كان يوم حلو، بعد ما شفت النتائج اعتقد ان البي 2 افضل خيار حقي وقت السفر والحركة، ومع الشنطة اللي تشيل العدة كامل في اقل من 5 كيلو ما بتكون عندي مشكلة الوزن وقت السفر او استخدام الاضاءة في اي مكان. اتمنى ان الفيديو عجبكم، ونشكر شباب روت 88 على الطلعة، وان شاء الله نشوفكم في الفيديو القادم.